بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فدقاً وكي أفراد كمدة جلسات كي التنوير لبعض مسائل التكفير، مسألة دي كيشانات ممزكي أفراد كيشانات وكي فدق الشانات وهي إن شاء الله تعالى مسألة صدحات بين أقود بيننا العقل والسمع في مسائل التكفير على قدر الله بين أقود بيننا إن شاء الله تعالى. أنت المسألة قد قل أنت به يا رقص أبسن إلا عسكدو إلا عسكدو ظاهر كقفك وحكم موقضة إلا عسكدو أما ظواهر تبلغو رقم ومسألة معلوم من الدين بالضرورة تاسمرك وحان كدقينا إن آد أتتيسان أما أدودان أما أدقي البحسان أما عذر دار إيو معادل أرادسان تد قال لمن لقو أقي هاي أما أدكو أكتهين. حديث كابي هريرة في الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وحوال بادونك واللوع فينية إلا أكوها الله أما أكسمي. حديث كو حنسكو يهي قفك أدم وحكوها الله أما أصمي إنو يهي مدلو قبانيو ومدلو قبانيو ونعور درسون هلين. حديث كي دراية أمير المؤمنين في صحيح البخاري وغير عمر وطقرنيسان إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله. حديث كديرا أول هذا وحي كذا بينه والبوحي كم موضة يا أنه كل حساب تمينا نك ورق نوم وجست ورق بانو كأميني هدول دون هواص مرافق بهكن نقضة نك حمان موجي حمان بانو قارق مي ملحنا وقاضينا حكم كذا ونصينا إنا هدول دون هواص تهك ونكسنا سق أطلع هوش أمرك وهاول معلوم من الدين بالضرورة. الحافظ صلاح الدين العلائي كتاب كيس مجمع الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد صفحة أفر بقول سقاشني أفر وحكولي واعتبار الظاهر والعمل به وترتب الأحكام عليه أمر مجمع عليه مقطوع به في هذه الشريعة لا ينكره إلا مباهت ولا حاجة إلى استدلال على ذلك ولا ذكر أمثلة لأن لا تنحصر. هذا الكعدب لي شاطب كذلك وحولي يسونا كتاب كيس موافقاتك الأصل أصل الحكم بالظاهر مقطوع في الأحكام مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة للاعتقاد في الغير عموما أيضا. هذا اللي رأيك كساب سنة مسألة دين يتمسألة معلوم بالدين بالضرورة أيو عدي وحكولي. ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في الجملة في جملة الشريعة جدا. هذا الدير بولي يا أصدقني أبدا نهوش وكذا اللي مرك قضية مرك ضدك وحي موجسان هيانا أما قال لما أما إسلام لما أما أتكو أرقتين حمانا وإن لسيو وحكم كذا إيقاتان مركا مرميرين تيقيل وردين تيوريشين تهذا الكي وعضو برناك يا الله وحلقيا بين قال لما كنتو إسكا إلالية. اليوم نقيم حلو الشارع إنما جعل المكلف مباشرة الأسباب فقط وأما أحكامها المترتبة عليها أو المترتبة عليها فليس إلى المكلف وإنما هو إلى الشارع فهو نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامها وجعل السبب مقدورا للعبد فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه. إلهي وداوش عدينا متخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ابن تيمية سوح إذا تكلم الرجل هذا الكاسوح كجرى تهذيب السنن مجلد ككوبات أفر بقول سيدتين تضب هذا الكلام موافقات كان مجلد ككوبات صدح بقول لحتين تضب. إذا تكلم الرجل به كفر بكسه الله يمسائي العقودة رتب الشارع على كلامه حكمه وإن لم يقصد هو الحكم بحكم ولاية الشارع على العبد فالمكلف قصد السبب والشارع قصد الحكم فصار مقصودين كليهما. هو شامر كآديات بيوع الدهي هذا الكساو حكجر بيان الدليل على بطانة تحليل صبح هذا بقول إسيديت. هذا الكتاب من قيم سوء علينا مجلد كالصدحات لحبق الواطنين لابو إعلامك. الحافظ العراقي
عبد الرحيم الحسين زين الدين وتقرن إسحاق وحوري إن من قال ما ظاهره الكفر مع وجود عقله فهو كافر. ولا يقبل منه تأويله على ما أراد ولا كرامة. وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين العلماء بعلوم الشريعة المطهرة في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحيح. ومسلم برنان كتال ننكي وكوها الله أما مجتوحون قال لما الله حكومي لا أول ما هي وحكرامي شرف الله يا نماء جرتوس أرنت هذا وأرنان خلاف أن كتاقنين علوم الإسلام كيس خلاف أن كقبين قدل كوحسوه قوريي وذات كلورين جري برهان الدين البقاعي تنبيه الغبي في تكفير من عربي صفحة بغل صدني أفر صواب الجواب للسائل المرتاب صفحة سقال بغل صدني اللح مر لبات بقاعي سيقول إبراهيم بن عمر البقاعي كل من تكلم بمذاهره الكفر حكمنا بكفره ووكلنا سريرته إلى الله كما ادعى الإجماع على ذلك الإمام علي عمر بن محمد ابن خليل السكوني ويؤيد ذلك أن إن لم يكن عينه ما نقله إمام الحرمين والغزالي عن كافة الأصوليين أن من نطق بكلمة الردة وقال أردت طورية كفر ظاهرا وباطنا. قال لما كوه الله لكن أحنو جيد هؤلاء طورية كوذي وأن حنكوذي سرباب وحنكوذي استعاري وحنو عاسى وقالوا يا باطنا وظاهر إجماع بين أصولكوري. أبو عبد الله المقري من قواعد الثلاثة كل ما دل على الكفر أوجب الحكم بردة من ظهر عليه ويستتاب غير الزنديق والساحر والمنتقص من تعظيم من الإيمان ثلاثة. مثال إسكير ابن حزم وحوي هذا روحي هذا مثلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكافر كل من تبعه وكافر وسكت انت أكو أمس نبي محمد وقال انت رعينا وقالوا انت أكو أمس وهو يريد كافر بالطاغوت نبي محمد وكافر بالطاغوت وأصحابه كافرون بالطاغوت بوجهه لكن وحقه قابس ذي نبي محمد وكافر وكل من تبعه هنا وكافر سكت انت أكو أمس. قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وحور انتهى دخوك آمسه لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر هي لظاهر كأساس هاتر ابن محمد وكافر وكل من تبعهنا كافر باتل وانه آمسه محنوس دقدقي قال له وانك حكومة إنا دي ميس روحا وذاتك سورة قال ما إنك موحد قال وتعيد كاوهي بلوك هذه هاو شاسي إذا بدروي هذا الكذاهر كسال الله حكومية. وكذلك لو قال إنسان إن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون نبو حور إبليس أبو جهل وفرعون ومؤمنين لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد مؤمنون بدين الكفر والجبت والطاغوت مؤمنون كوذا قال لي كفر بأمزين بكوذا لكن معول مؤمنون ظاهر هو محي إيمانك الصحة إنه أصوك هي ظاهرة ظاهر كاسا لكم مرين هيا. هذا الكيسة وحكو جرى الفصل في الميرة والنحل والهواء والنحل مجلة صدحات بقول طبانية سيدين ابن قيم حوري فالواجب حمل كلام الله ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه. قف والباء هذا الكيسة وحلوه حمبارة يا هذا كلام علي هذا كلام رسولي هذا كلام الضومي هاي نوال بهذا الكيس وحكم بضل الله حنباري إعلام الواقعين عن رب العالمين مجلد كصدحات شنبغ السقاشين يتضب. المقصود هنا وامحي إن إسكاء إلى لسان أنت مقدمة وحنهر مريي وحنكسر هذا المسألة دي أهيد قاعدة لبات من لم يكفر الكافر معاذير تطين لور هذه يقيل لوب بارو هولها سابريهان سوصعدو يعليان قليها وابيدة قيبة كمدة إسكاء إلالية كفر عاد تضد سكوت دينا ذقي البحسار أما آتنا هذا كان قال لماذا كوع التأويل بوليه ولو كان بعيدا سيد حنفي قال كل قصة يقول وأنا باطل خلط بين اللقفة مر بين وكاد الدوناي قال لما يكيني كرتا إسكاء إلالية. وذلك اللي رجل الشيخ حسين بن عبد الرحمن الأهد اليمني الشافعي سيدات بقول كونتن يشنت الجريودي كتاب كيسلوية كشف الغطاء
عن حقائق التوحيد حكور الدنيا طائفة من عربي هي أعوان تودي بكور الدنيا كتاب هذا في عنوي لما بجد الوضع بعي هنا يا المركز الآخر مجلد كش لبات سيدات بغافتني سيدو حكويلي وذا اللي يافع الأورنجر الشافعي هاي وحقنا مؤرخ هاي هون سيدة وربضنين يا هذا الفصوص كي من عربي كجرة أو قال لما عطأه يونتو سوقوري بحور هذا الكان تأويل بولئي هاي وحو احتمالا معنا صحة وساس دي الله ساس النغون كرا سيدان قال لما النغون كرتا مركو حنكو حنبارينا سيدان آدن تور دي بحوجيني فما عسى أن يقول قائل في توجيه كلام الفصوص كلامك فتوحاتك كسو قري اسكاد داي بل كان عادي كجرة فصوص الحكم يا صورة مطبوعة محوكس محور كورن هيبر فتأويل الكفر كفر بوري قال لما نذقي البعثة أوشه أو ترى الساس النقون كرتاه أيضا قال لما فتأويل الكفر كفر إسك إلى لي معي معي نقطة سبب قال لما نذقي البعثة ترى سان لقى ودا سان لقى ودا سان لقى ودا وقت معي نقول إيسا والله فوضي سني قال لما ذا لقول دي رني نك قال كاب الله احترامي نين في عنبر لو أركي إذن أمد وحد حيسي سي وقرحسي قال نمو محور فما عسى أن يقول قائل في توجيه كلام الفصوص فتأويل الكفر كفر كشف الغطاء عن حقائق التوحيد مجلد كاللبات محاني دين صفحة أفر بقول سيدتني أفر نين كتابك بعضنا وانسينينا أدوسا لا أمسيني سيدي شا محمد وذلك اللونج من مجال المصري من نجيم المصري أصغر محوري وحور أصغرنا ومن حسن كلام أهل الأهواء ومن حسن كلام أهل الأهواء أو قال معنوي أو له أو كلام له معنى صحيح إن كان ذلك كفرا من القائل كفر المحسن كفر المحسن وكذا من حسن الرسوم رسوم الكفرة واختلفوا في تكفير من قال إن إبراهيم بن أدهم رأوه بالبصرة يوم التروية وفي ذلك اليوم بمكة أنت هذا بعض موقع زي حلو من حسن كلام أهل الأهواء هذا أهل البدعة قال لماذا حنبار سنين البدعة لأنك قرحية أقيل بحية قال على حال حال حالة أما إذا أوقى أو قال معنوي كلام معنوي ما فهم كرتان ولدني هذا حاويان أسرار العارفين هؤلاء طبعا كرتان من رجل جامدين تأه أو يدا أو كلام له معنى صحيح أما وهذا المعنى صحيح نقول كرسالة دين ليدا وحور إن كان ذلك القائل هذا الكهارع القرقرين لو قيل بار هي لو لتأويل هدو يهاي بوري من القائل كفر هدو كي هاي كفر المحسن وأول كبا قالوا بي وكذا من حسن رسوم الكفر رقم ماذا قال هذا إنك حيسي ومدى كرد عدعية قرحية قوانين توضا دساتير توضا رقم ماذا حنحن رسوم الكفر وحدو كما تكسر دوي صنوا قالوا بيا وحور حنفي وحسكم ما نضافين نبى وحور وذات كزايد كعابد كأي محدث كها إبراهيم أدهم يا مالك سدداد مكة حج كل حيران لها يا وحلو أرك أسوق بصرة شوقة إسلام مالك قد جي سنة مكة أسوق طواف بالارك حامض وورك ومسين مكت شعبد قادر يا ولي هولك أسوق جوريا إبراهيم أدهم بمانت بصرة شوقة وبشد الحجاء سدد تاي إسلام إسلامان يقول دقي سنة وحلواركي ما ك يودات كلوارك نيجي ده أنا ما قال بام استقال ماله إسقها هي حكي قال بدك سوقش يدين كيدين تعلم إيش هكين اللي يدي البحر الرائق وحيوان إسقى قال يسني فقاده يكو حرق هيا هذا أنا وهذا ضبط قوته وهم يابل هاي ذين بنو مالك البحر الرائق شرح كنز الدقائق مجلد كشنات بقول صدني أفر بتكفيرين كتو حكوا سوق ورشي وذات كي محمد أمر شاه الكشميري كتاب كيسي كفار الملحدين في ضرورية الدين صفحة سقاشن يسقل بات كفيرين كرتان انت مارك محانو جيدا سان دبقل سود من كب حين اسكا إلالية قال لماذا حق إلهي التشريع نمانك كوها يستيا دونك مانتر دوبان إنا الدفاع دان أما أوتا تيسان اسكا إلالية إلهي غير كوكو عابده المشركين تا القبورين تا إنا الدفاع دان اسكا إلالية دقال كم أنت مسلمين قالوا أود حياة كوا قالوا أهلن هيا الله صفا إن أدقي البحسان إسكا إلالي كفر كسوء دون كم أنت عان كوا أما أدقاته إسكا إلالي إلهي نقبت بادية إن أدقي البحسان أما أدقر هذه سان عدور الدار أو شاوه هل سوي هذا نقب دم مسألة دي أخو سيسي كسابتنا علاقة عقل وليل هاي يسمع في مسألة التكفير
وحوي علاقة الدليل علاقة أولى حيس التكفير هي كفر هي عقل هي سمع وعلاقة دليل ومدلول وحد دليل يمدل كرد حيا كرد حيا عقل هو دليل شرعي سمع هو دليل شرعي شرعي أنه حكاك وبين هاي من عقل وسمع هناك أحكام سمعية شرعية وهناك أحكام عقلية شرعية معقولات دينية جرة أو شيء هذا أمرك وهولا مرم بدن الله هاي ولي أمرك يسكو ديبو يدا هذا تكفير المشركين من لغو أغانكرا بالعقل قبل الرسالة قبل الرسالة رسالة وحكو الرئيون وجرورت ومسألة فرضي هذا قربان كهد لكو نقول مايو هل العقل خلا من سمع أما الدنيا الشرعي وحي هي سمع ما لغو هاي مسمايا وفرضيات تقديريات وي أدونك محلقو بالله بي أنبيو أنبيو أن لغو ختمي مر والبن الزمن والبو حاج شوقي وأنبيو ضو اللي أدانا مرد مادان أطباع ذي بقايات باكت شوقي وأنا أريد علوم الأدوغة هلان شخص لهم أنه إنبادا وفافايي ماشي يقول دم بيسي قرآن كو إنبادا وكوع العينا الرسالة النبي إيه النبوي إيه ندير سوق يعني عرب وحي آيين كفار قريش كفار قريشنا دين إبراهيم وإسماعيل بقايات بضم بيكاهيين وإلى أمك يدون كأدخل قنطان وضايستان أيضا شرع صحيحة قد يضع مركة وحالينا أي قفك شرك كل عي قبل الرسالة فرضا وتقدير قبل قيام الحجة تعالى حجة سمعية وجنة أما قبل بلوغ الرسالة إليه إلا حكمه ومسألة لقوه أنكره بالشرع بالسمع وبالعقل وباللغة لغة وعقلا وسمعا ومسألة برنانك تعالوه محايا إلي نينك إلهي غير كي عابد هدي أنصو قابيو وأنا أسكت دينا بل إدين صوره نينك إلهي غير كي عابد فهو مشرك لغة وعقلا وشرعا قبل الرسالة وبعدها قبل الرسالة وبعدها نينك إلهي غير كي عابد إلهي أشريكي له ومشرك قبل الرسالة وبعد الرسالة لماذا؟ أما لغة شركه جميع العلماء وحسكوا وافقين حتى الأشاعر الجهمية كله حسكوا وافقين إنه يهي من الشركة والمشاركة إن لقاكين من الشركة والمشاركة وهي المساهمة في الشيء وإثبات النصيب فيه فرق مشرك ومرك في اللغة ومن أشرك بين الشيئين في شيء إذن ومشرك ننك إلهي يؤونك وحسكوا قدرة خصيصا من خصائص الإلهية حكما لأقونئة بعض الله يا عبد القادر يا رسول يا جبريل بعض سكوت درت أولياء الله أديك باتري سؤال الله أديك هي أمد وعاون هي إنه وجر جار هاي لغة محاط هاي مشرك بات هاي شركة العنان هي شركة الأموال شركة الوجوه شركة أشخاص من دور الرجال حقت وعنك كأنتن شركوين كانت شيء سواشر ومصطلحات إيه مفاهيم لغوية منكو هذو شيء لب شيء وحوداتي وحسكوت درو لغة توام هاي ومشرك فالك مركان كوغو اركي حسا ونظرا ومشاهدة كوغو اركي مغا عينا كسوري وحلقة قادنا من اللغة لأن اسم الفعل يشتق من الفعل والوصف وصفه واللغاه لي فالك باللغاه لي اسم فعينا كوغو دجي ومسألة لغوية سمعية وحلقة سوغا هايو وحي إيا الرسالة ما توا مسألة معلوم من الدين إن لغا سوغا إن هوشا برنانك إسكتالة توا فانتين بيلتا هذا فمن عبد الله فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك لغة متى يسماه وهذا هو حكم اللغوي أو السمع لا يحتاج فيه إلى وحي محاكو صهر أما عقلا نك إلى غيرك يا عابدي إنه مشرك يا عقلا محاصو حقين كان وحان لنا فلأن الأوصاف والأسماء المشتقة لا تجب إلا لموجب أوجبها قاعدة ضرورية عقلية أوصافت يا أسماء مشتقة هي لغا كياني مسادرت إذا لغا كياني لا تجب مواجهة أسماء لسك ما بحيا لا ما قال الله ما بحيا ما قال لسك كان ماغي ماي فلأن الأوصاف والأسماء أسماء المعاني المشتقة من أصولها لا تجب إلا لموجب أوجبها مركا ما قال الغوب بحينا ما قال واحد كو هي كم مضطيبة تيرو الثميسي أظن واحد توقل قرن ماي أظن بين على أهين بين على القرآن ماي أظن تكنين ووت كذا القرآن مصلي القرآن ماي أظن فدي قاعد لقولي جالس القرآن ماي ومثل عقلي ما قع مك روح على سيني عقلا ما قع وح واجبي بأجرة وما قع ومعلول أم هو مدلول وحكود سيني هاي وح مؤثر كاي كريم معاني ده
فالمشرك عقلا ومحي مركة، المشرك عقلا ومحي، ومن قام من قام به وصف الشرك، وإلا لم يكن مشركا تحقيقا، وإلا لم يكن مشركا تحقيقا. تحقيقا وحنا كاعترازينا هناك مشرك تقديري، مشرك تقديري أجر واك مجنون كأيو المها يركي للراعين أيو أولاد للراعين أيو والدين تأمد دارت للراعين، أما مجول الحال كأن له إن الراعين دارت. إذن مشرك عقلا وحنا من قام به وصف الشرك، كذلك مشرك وحنا لغة من قام به وصف الشرك من نوح عليه مقع عن روح الله مبحنين إلا إلا واجب سيبا جرتون مقع كينتي حقا اللغة وحادي وحوى اسم فاعل بالله يعني اسماعيل ما الله ما أقول إلا اشتغاقه إلا إلا عند وجود الوصف وركي مراقية، وعند الفقد عند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلية الحق بيتك كن جربا يدين شيء سادو حفظه لأنه مسألة دقيقة، لكن هل قصوا وقلنا نفتركيسه إن منك حق أوجن به ما عزلا بس أشعرنا أوجن به أشعره أوجن به حقه ويقرأ وين إلهي بيقول ومحسن وعادل وخالق من غير فعل وخلق وعدل وإحسان قام بالله، لأن عند الأشاعرة الخلق والمخلوق هو شيء واحد، المخلوق هو الخلق والخلق هو المخلوق، فعل تخليق إيجاده وإله والصمين يمجره أكتوضة إما مخلوقات كأدون كاللقاها إلي إما مفاعيش أي مفعولات كأه بإلهي وقام عبحنا إياه اسم الفاعل بيربوش ورنبلين من غير وجود الوصف من غير قيام الفعل بالله معزنا وحيد إلهي من رهنا متكلم أصغن ولقي أن هلن، لأن المتكلم ومن فعل الكلام أي من خلق الكلام في محل في شجرة هي في طور سيناء يوحي لها المال بالدليل وحيد أنك تمرتي بتامر بلده من غير أصغن فلقيه للمركز حسكو خلدين أنك عانها إيبي وحلده لا بين بلده يوحي لها المال أسماء الأعياني يوحي حسكو خلدين أسماء المعاني اسباب ما هو على جهل لاي سيف الروح والصمير وسقوق ما يزال لجهل لاي ودان وتشيده ما لجهل لاي وطنق قوة. المهم وحي صور أما لغة أما عقل أما شرعا أما شرعا ما كونا ودقيقة وش أفرية روح الشرك كل عائله غير كي عابد قبل الوحي والرسالة مشرك شرعا شرع هذا هدد كل غاني هرام بقالها شرعا سيد كل غات لماذا؟ فلأن الشرع لا يريد بنفي الحقائق ومخالفة العقل، بل يريد لتقرير الحقائق وتأكيد أحكام العقل الصريح. شرع ومحيوي ماذا؟ حقائق موجودة وجرتين ونكرم شرع مصورة قلبه. الشرع لا يريد بالمحالات والمستحيلات، وقد يأتي ويريد بمحارات العقول، محارات العقول. عقل وحقير وريرو وكير ديوبو كدما الله صح والله إيمان كرا شرعه والغوية الرفاض، لكن شيء مستحيل وعقله إنكريه نفي وإثبات شرعه لما يماته الله صدر شرعه لو صدقيه إنه لما يستر الفترة دي وحي كدمنا وحي خلمنا وصح إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. وحالينا مشرق قبل الوحي ومشرق هاي. لماذا؟ لأن شرع لغة مشرق نقضي عقلا مشرق نقضي شارعنا هاوشا مد إنكيري كارو لمانا وحقيقة موجودة. فلأن الشرع لا يرد بالنفي الحقائق ومخالفة العقل، بل يرد لتقرير الحقائق وتأكيد أحكام العقل الصريح، فيمتنع نفي الشارع للحقائق الشركية في الناس قبل الرسالة. ما دعي كرتها حقائق الشركية قائمة بالناس قبل الرسالة وقبل الوحي شرع مديد كرام الضفير كرام مايا أبدا. ولذلك يمتين محيوك واسم المشرك يثبت قبل الرسالة لأنه حقيقة موجودة. شرعنا حقائق ما أنفيه هين تيل الضفيري بولا وركداي هضفيرين أحبوا هاجاتيا إذن كان عندها ضفك قبته شارع عندها ضفك مقبان هاي وحباين كريم ماي. إذن المشرك هو مشرك لغة وعقلا وشرعا قبل الرسالة. كذلك من أفرد بالله العبادة أخلص الله التوحيد والعبادة محليه هو مسلم وموحد قبل
قبل الرسالة لغة وعقلا وشرعا. نفس الطريقة مريسة نفس الطريقة تقوس وشكت مريسة محايا لي أما لغة. فلأنه أفرد الله بالعباد فهو مفرد وموحد لغة. متى يسمى أحد كي روحا أحد وحقوني لكن أدي دم حلو يغنى ومفرد التفريد بالله لي وموحد. أما عقلا عقلا وحادين إن كان مفرد يموحد لمدهن يمسلم لمدهن إلا لمعنى قام بالشخص أوجب أن يقال له عقلا أنه موحد ومفرد. متى يسمىه نفس القضية وي. أما شرعا فلأن شرع لا يأتي بإنكار الحقائق وإبطالها بل بالتقريرها وتوكيدها. إن كان تفريد بالغة توحيد بالغة نكور محلقة تنديد ومردد مشرك كنوا معي ومفرد موحدة انت هم بايدين كربنا نغا وحان شيغي نسو انت هم ما برداد كان حقائق دا لغيها لكوكلا قيمية لغة وعقلا وشرعا كوكلا زارة انت هم بايدين كرب هاوشا مركا هول اسكعلو لا تحتاج الى تعليق وي. مركا مسألة الإسلام والتوحيد والشرك والتنديد ومن الأحكام العقلية كالتماثل والاختلاف لبضا شيئين اسكم مديهين ما وحي بقى اللي قسوا مسا عقلا بقى لغو قرنية واللغة التماثل هذه لبضا واكا اسكم مد كان لبضا واكا لدوين كان وعديا كوان مذوي هاي كان كانوا كديري هاي كان وطبع حيني انك وطبع فناك وناكس ووحش عرفك تجاربته مشاهدات حسك عقل بقى لغو قرنية وأحكام عقلية. ولذلك علماء الأحناف وحيدة هذه والإسلام عندنا أي التوحيد والإسلام عندنا من الأحكام العقلية مسحية مسحية طيب وقارد النقوش حنفية ده. هذا الكلام لك هذا نسوقر وحكو جراء التجريد موسوعة وين وليها أبو الحسين القدوري مجلد ك سديدات صفحة صدح كن تطوبق سقاشا يلح ترقيم مسلسل إلى يكتب كله دوري تم مجلدوي وحقوله كوجر هذا الكلام لما يدك مجلد كيوتبنات شن كن سديد بقول إحنا يلا مركو كهله مسألة الإسلام والسبي وردته ويل كيار يعني ولي قان قارين لكن عاقل كا مميز كا تبنجر لبي وتبنجر سقال جر اللي رسالة الله لو قرأ عضو قال لما قدعه محل قسمي ولا قال يسين بور حنفيو دم باقبت مالكية قبت حنابلة قبت وحديدا شافعي بس هو كجرب مذاهبته ينير كل رعد. إسلام كي سوى إسلام صحيح لأن إسلامك هو مسألة عقلية حقيقة هذه اللي قال الروح هي محدده حقيقة الإسلام بالله عليه التوحيد ومسلم حقيقة الكفر بالله عليه محل هذا هاي وكافر. لكن ذلك وعقوبة مسألة سمعية وي حد يردها اللي قوي فيه وحب أنت هاي بلوغ بلوغ حلو باي بلوغ تقليب احتلام كي حلو باي رفع القلم عن ثلاثة توي أركل لما مسؤولون إصلاحين لسكم بخلط حقائق إن ماشي تالا ما جي علاقة دم بالروح إن لا صاروا وصفنا لقط المامو وحن وصل قط المانين عن لسينين محل يم مكان إسلامي توحيد لجواي إن توحيد كوع من نوا خلط ميلا شركة كجرينا شركة صارنا وخلط حقائق دوا يكرب حال نين كانوا حن قط المجي عزان سيرنا وحن قط المامو وحن قط الماما إنا إسلام كن لجواينا إيه وشركة قط المانا وكان فينا شركي قال قه لينا وكنت المامين هذيك الحقائق ذات سكينيس نقيضان بعد ما يلكو جمعينيس. إذا مركز الإسلام سقط محد كان في ذي الروحي شركي ما كان شركة سقطنا محد كان في ذي هي قا جديدة وحقائق متناقضة أنا سقلي. أما العقوبة العقوبة على الإشراك يا الإثابة على التوحيد والإسلام ومسألة سمعية من الأحكام السمعية لأن القتل والتعذيب من العقوبات والعقوبات السمعية. هل كان مرك قولية دبجلس كوبحة وسقوط الحكم السمعي انتفاء الحكم السمعي بيوقي أسقاطان سقوط الحكم العقلي وخلط إذا بدر روي حكم السمعي ماشي لواو مع عقوبة لواي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بالي مع عذاب إنه إلى أن رسول صوت دره معنى دواء معي وين مطين لعذابه ولا جه الحقيقة دي ولا جه الوصفي ومشركين وقالوا إلى يكون كفري لكن عذابك وعقوبته وحولي هاي شرطه ميانا كود دين إنذار بالربا رسل مبشرين ومنذرين
بو بايا مركا روحي إلا عقابي واي أما لديلي واي وحكم سمعي لعدو دعحونك سمعي قال لا ينتفي به طيب سقوط الحكم السمعي لا يقتضي سقوط الحكم العقل اللغوي ناس كاقيا سقاطانا وامان قاب نمو وهرن لو قريي إلهينا قبت باي دين كون اسكي إلالي بحصور حالا مركا تكفير من لم يكفر بان ربائني عقل تاني ينتصر تكفير من لم يكفر الكافر أيضا آيات لوهين ونحديث أدوهين إن عقل تمزل عقلي بايدين شيء تكفيركم محوها تكفير أسلك زمحوها تكفير قال يسين واعتقاد كفر الغير اعتقاد كفر الغير قف أنا ذيك أهينه قال هنا آمن توي ما كوضنا قف الشرك قال لك هلاي وين آمن توي نصنهاي مسلم قفك إسلام كلا جهل أي توحيدكم هذا آمنتون وياي مسلم وصح حق النوصنا هين مشرك تكفيركم عقلي أم عقلي ما مركز مسألة عقلية وحنوجد نوايات كأن في ذود ديدون قط كورتو أو ده نكان مم ذوب وعسى كان وعسى مم ذوب كوا دير يا مجابنا كوا جابين يا مدير أنت أم بالقربة هذه الحقائق نكان مندد كا مشرك ده كان موحد كمفرد كان محاطر هذا موحد ده ملا توحيد جرينا ها شركة هديك ملا توحيد جرينا إسلام صار مرة عفوا توحيد هديك ملا شركة كبوحنا إسلام هكوع عامين وأنت هذا هو التكفير وحد أوقات آمن وواحد أركتين هذا هو أركت عقل هذا هو قرطي حكم كوكسية وين لقاه له ممكن دل كيسي عقاب كيسي نار كواري ديس وحوت الله علام الغيوب هذا هو كوت الله ما أضمه الله إسكاله لكن هذه معلومات كذا هيسو هي عقل جاه يفضلوا كوسي كوكر وحان انت مال قربه محوري ابو ذر الغفاري انا الجاهليه جوان وقابوا طلقين على الضلاليين على الضلال والكي بصدري حب في عم بك هيك اللي سي جوانا ورك سو عديسناي عمرو عبس محوري ولي قاسون توحيد مقلبه اني مشركين يين كلو دو غرناي على الضلاليين نبي ابراهيم سو يا محوري اني اراك وقومك اراك ملوحي المركا حمقو قال والرؤية عقلية إن أراك وقومك في ضلال مبين تكفير كان كالله إن هذا عقلية وامدك التضليل كأها هي نفي الحقائق عن المحال التي انتفت عنها انت ما بنكربنا حقائقنا كأن في دان ماشي لقواي كان أدك تان ماشي لقهلا ما قعنا في سان انتاوي قل يا إزورنو مسلا عقل منه ورهرت بالسود دقو وحن كوضها الله إن إلا فهن هذا كور مقال ليرو وذا جزائري مران وجواب جرين واسكور رفاض وحتى مركن أصولها بأن حتى بحث أصولك حقائقا أو تقنن الأسماء والأحكام تقنن ما منقولة مسوى مقرر على أوضاعها اللغوية مساء الشارع تصرف فيها تصرفا كتصرف أهل العرف في ألفاظهم با ومسألة الإسكوهاي ومنقول هذا تدادا ووركم عزيلة قبط إسكبه إلالية ضربتان وكفر كذلك مسمى شرعي وهون لقول أنكر لا باللغة ولا بالعقل وطريقة المعتزلة إجا قبل حقائق ومنقولة مطلقا وكافر إيو سي صحابة أجاليسيان خوارج يوعدية قبطان ده أنكر قاض باش صحابة بدن أهل سنة بدن حابين دهان إسلام كأتقانين معك ويكسب باش ويسودك وإسلام خاصة وصداء صداء إذن الحقائق ومنقولة عند أهل الاعتزال أكثر كود ومقرر على أوضاعها هل حرفنا القمة عند الجهمي والأشاعرة على خلاف فيهم أهل السنة محيقبا منها ما هو مقرر على أوضاع اللغوية ومنها ما تصرف الشرع فيها تصرف أهل العرف في أصطلاحات وألفاظه وهذا هو الصواب صادر تدبى كفار قريش يا عرب يا جاهليين يا غير كود ضد مسلمين إسلامي بالله الله بالشرك والكفر والإيمان ما لو وش حين مجره خطاب يقرن هين بالوشيغ مسائل دقيقة وتفاصيل إيمان أياه يا النبي سؤالك هو يدين الله عدي أما إن الذين كفروا الله مفسرين ويقرن يكفروا أشركوا ويقانا هادو والصابون والنصارى ويقرن هين حقائق يقانين مفاهمين فهم هين وي يسألونك عن الكفر قرآنك مكويسة ويسألونك عن الشرك إيه كان كسو صار قرآنك ماشي مسائل دقيقة وفقية هذا النبي اللي ويديه ويسأل إلهي كجوابي وحقائق إذا تكون قرن أيين وي وحتى مرك الله تري أيديد هاي ويسكت كور هايون يقانون وي
أرجع النفاق حقوق اللي هذا حرام ميسنا قونه وطانا مورا باكتا قلب تركيس دب ملا مسائل كان كهلا إن مسائل نوع عاسوي أما عقوبة ومسألة سمعية كوسي مشغول مين تكفير كي انت أها مركا نينكي قاليسين واي مشرك يا كافر قاليسين واي عقلا ما حدقو قرنيسا عقلا وحدقو قرن إنو سنفان سنين حقيقة الإسلام وحدقو قرن إنو سنفان سنين حقيقة الشرك وحدقو قرن إنو يهي مستحق للذم نينكي موحد وحكم إسلام نمان وحدقو قرنيسا إنو فان سنين هاي إسلام وقرني يشرك وقرني حقا أمته في العاجل والآجل مدح أمته يا أمان يا ثناء لكن نوع ثناء والنقوني إما جنا إلا السين هاي حور العين وكل فلين حسابها وام حي وأحكام الغيب سمعياته وي والله وكل الباب ورعقلك وسيج مجال كيسي وحسن لهين وسأود كرنها صار انت أمبان ضدك اسكوها إنه وحن سلفها من انت هو المهم وحن وجد أمرك النفي العلمي والتوحيد والذم واستحقاق العقوبة كل ومسألة عقلية إن علم الإسلام حقيقة الإسلام روحه يقعد كأنفذه شركة أصقته نينك جالسين وإنه إسلام أقول نأذ جرته أصقنا إنه عي عم ضلع عين مذين أذ جرته عقوبنا مذين هاي ضد ويان العقاب به لأنه يجوز العفو على الكريم مسألكم إله العفو عن المجرم والمذنب ومن مكارم الأخلاق في موضعه لكن كله إلا عفيون مذنب بأن الله طابن ومخل للحكمة مخل للحكمة صدرت بيرسون واحد إن شاء عفى عنه وإن شاء وهذه الحكمة كما هو الحكمة سيداوي هذه مجنونة تدم العافية والله بترامها هي قرآن كما نبدين نساء فنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل المتقين كالفجار إلهي بديدا ومنافي لحكمة ربي سبحانه وتعالى وعدله المهم نينكا قاليسين واي إسلام كتكوري واي قاليسين واي كوغور إسلام كأديد واي كي إسلام لقى هنا إسلام وحكومي واي إنو خلدين إسلام نوسن فانزاني شرك نوسن قرانين حقا نؤمدين الله دالي عيو الله عمباري لا عقاب آخرية أدون با ما تكر نيسا إلا عقاب أمدين عقلة تكر نيسا لكن تنزيل العقوب العقوبة أو التعذيب عليه ومسألة سمعية لبك الباب ومسائلكم مسألة أمرك أنت أصلاً أوجي هذا خلاص هذا وحنكر ربعنا كلا فانتان الفرق بين الحقائق اللغوية والعقلية والحقائق السمعية وحنوجد بين بحث غلبات يقص أبسن أقوال أهل العلم في المعقولات الدينية عند أهل السنة والجماعة وإذا قص وضع هاي لكن وحن بان سكوت هنا كجارو إن شاء الله تعالى سمعت أرسل عنكر ما في عم بيكون جوتها إلى صدق دقيق إلى شين تمن دقيق وحقب الله بن أئمة أهل السنة الإمام أبو عبد الله الشافعي لا بقول يا أفرت جريودي محمد إدريس الشافعي المطالب الهاشمي وركيس يا دقيست إذا كنت دارين ما هي هذا الكيس دراء يونس بن عبد العال المصري الصدفي أرضي سقيمها بنا وسوق وريبا ربعين وكتب الأخرى حور سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن صفات الله تعالى وما ينبغي أن يؤمن به قال فقال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها أنبياؤه وخبر بها نبيه أمته لا يسع أحدا من خلق الله كان لديه الحجة وأن القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي لا يجوز خلافه فإن خالفه بعد ثبوت الحجة عليه به فهو كافر بالله فأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ونحو ذلك إخبار الله إيانا أنه سميع يبحان كربا صفاتك خبر يا أبو الدريري بل صفات الإسكوة هي مخبرية من سواء عقلي وقدري وصمعي وكمدي هاي كدبنا صفة اليدين بوشيغي صفة الوجه بوشيغي وحوشيغي صفة اللهم صفة القدم بوشيغي صفة ضحك بوشيغي صفات كاسو دم بودريري وحوشيغي صفات كان وصفات خبرية روحي كجاهل لغضاء إلى الله عدى لما قال يسيني لكن بعدما حجد اللقوء هدود ضفر مركز اللي قال يسيني وحوشيغي اللي إلا ذان رباه تكفير كم حكم فيه وحور لأن علم ذلك
لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. حول الصفات كان وصفات خبرية سمعية، صفات لقوة أنكر ماها ماها عقلي دي العقلي إيا كفكر إيا فيرين إيا كاتنيو إيو استدلال إيا طب لقوة مكينكر وصفات إنو رب الشيغو والنبي قيس الشيغ الله ربه خبرية سمعية. مفهوم مخالفة مركوا محي، ومفهوم المخالفة وحجة في كلام المسلمين والبشر إجماعا. إنما الخلاف وفي دليل الخطاب حكجرا في كلام الله ورسوله، دليل خطابك محجة مس حجة ما، أما مفهوم المخالفة محجة مس حجة ما في كلام الله وكلام الرسول هو عند الحنفي خلافك. لكن بني آدمك هذا الكود إن مفهوم المخالفة لقب صنع وحجية هاي ومسألة إجماع هو شو هو قاعد تنبيلت شافع مرقم حد كفا أنت صفات كل جوا قان كره بالعقل والروية والفكر هي ننكي لا يعذر له بالجهل فإن ولا تكفير النية. وهذا الكيسي هذا القوى حسوق الأصور دير طبقات الحنابلة مجلد كوبا الله بقول سيدتني أفر أصور فافاسنا وحسوق ريا أبو طاهر السلفي في المشيخ البغدادية مجلد كلابات صدح بغلا فطن يلاب إثبات صفة العلو لابن قدامة صفحة سقاشن يصدح العرش اللي ذهبي رقم كلابات بقول يصدح ابن قيم ما بدن بلغ سوغرو ابن حاتم بنا اصل سوغري هذا الكتاب بالسند الصحيح بالسند الصحيح سوغري واصل الشيخ يزي بأمرا يونس بن عبد الله على ستوس ونوقع قاطع شافعي حديثك روايات امام قسمي التفريق بين الصفات الصفات الخبريه والصفات العقليه والصفات يقنع شاعره صفات المعاني سوغر الميزان اما معنويه صفات هو صفات عقلية بإجماع الناس ما إسكت السلفية كله حتى أهل البدع عقبين صفات عقليين مثل هذا قفطة ويقول صفات كيسكو خلطة أسماء أسماء الرب جاي ومتكلم يا سميع يا بصير يا قادر يا حي ويكون واصفات الأسماء واصفات وصفات أسماء لديهم صدرت أقول يا أن هو شو كبر أروجين وذات كم عاها يبلك غزي شو سلام تيمية وحوتر إذا وحي إنكران نمك اللي هذا معزله الصفات كإنكران كلي ما أشاعره أطيرس أهل صنع رنبا أطيري يعني صفات كإنكران وارون وحي يقول صفات ويا قانون يشجعوا معي وآل أسماء فرق بين الأسماء وصفات إلى يقول هو عالم لا بعلم يقوم به عالم لذاته سميع لذاته بصير لذاته قادر لذاته حي لذاته متكلم لذاته بيلي وحي إنكريان أو صفتي مسادير لقى كيان أسماء لقى كيان إذا ننكي وأنا مصطلح سفانت وحاسوق قول الوي إن الله صفات وهي بقول متكلم مريد قادر هدي تنمى صفات بمسوا أسماء مركا شيخ سلام حيو تريب وحي يسمع زي لقبين ودق دق وش أيضا مصطلحات كن لفهم بانتا وذات كانت معه معيس عبد الله غزي ها خلط وذات كي من الملاحم الخوارزم كتاب الفاق في أصول الدين بحكس وقوري معزوله وحسوه ين صفات كالربي لكن موزن سوين ما يشو صفاتك كترين هاي وبقوا كلا صفاتك بطرنا وهي صفاتك أصمات بفويل كلي ودك دك أوجع دك دك باكتر المهم إمام قحوك لقال صفاتك عقلي أنك قوخل دم الله جاليسين من مفهوم كلامه إيو من صريح كلامه صفات الخبرية جهل يقوده قبل قيام الحجة إنه سكفر آهي هذا الكأساق إسكعت أرددي سي رقي لا متكها با انتي قاتين بسفي عن أشهر حين انت انا كسي انا كسي مشغول هذا الفقه يسوق شيء قاعد يشيء جاي كتابك ام كمجله كافراد لا بابا قول كنت نسدح يا وحوري امامكم مره كهله يا غالده دينك لو ييري يا وحوري فان قتل احد من المسلمين احدا من المشركين لم تبلغ الدعوه احدا من المشركين لم تبلغ الدعوه وداه مكتب بحاجة إن كان نصرانيا أو يهوديا دية نصرانيا أو يهوديا وإن كان وثنيا أو مجوسيا دية مجوسيا أبو علي بن أبي هريرة ومن أصحاب الوجوه من أمية أهل السنة والجماعة كتاب كان مزنين شرحي وشرح عجب كل تعليق وين كل يحوي لي صدح بغلا فرطني شنتبو لنتي قول الشافعي رضي الله تعالى عنه وإذا قتل مسلم مشركا لم تبلغ الدعوة دليل على أن الناس محجوجون بعقولهم متى مزما شافعي انا قصاصا كنا قانا وحي ادنو قاد شيريسان هرك الله هذا وحور ابن تيمية ولا يوجد في أصحاب الوجوه عند الشافعية مبتدع
كورنتي مركو جوين ودي ذي أصحاب وجه إنه نوضح له أنك هو مبتدع وليس في أصحاب الوجوه مبتدعكم أجره كورنتي لا لا يوجد نينك أقدم بي اللي هو أصحاب وجه وما وردي أبو الحسن ما وردي أفر بقول يكون تنك أصقونا بتعهد مقرر الله با وما نعرفه وين اللهم مسألة التحسين والتقبيح بيكون عارسين تانا ما بدعي واصنه أشعرك وحكم الموقت فيك الخصام وأنت الحكم معه وأنت الخصم والحكم يا أعدل الناس إلا في معاملة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم إسكا إلالي سمعنا وحكولي هوشا ويكوخل وأشعري جلد في مسألة التحسين والتقبيح سني فاضل في مواضع أخرى إسكا أقول يلوقرنا هوشا يضع ابن السبك مرك وحكى لو حول وحال وحال الشيء يبرو واجد بين كان نقدين هو اللي قد بالشيء مركا اسكا إلالي نينك مبتدع إذا روى حديثا يؤيد بدعته عند أهل الحديث ومعي مردود الرواية المبتدع إذا روى حديثا لم يتابع عليه يؤيد بدعته ومردود الرواية والأشعري إذا ادعى أن فلان قد تراجع عن التحسين والتقبيح ومعي مردود الرواية والأقبل معي إلي بدعته يسيبه روايه لكن محافظش لنك الرازي وأصوك إنصاف بدن عهري قفال الشاشي وقال تفسير كسبه ومصيب وتفسير لمذا أنت تفاسير مطالعين مار دقيق في الآيات جدا وحوري وصاحب النفائس وبدائع إسكيل لكن وحوري معتزلك أفيسنيا معوجة هذا وزاد التحسين والتقبيح تفسير كسفيرية مركا وحان ربا إمامك محور أبو علي ابن أبي هريرة الطبري وحوري هذا الشافعي يقول مشرك أن دعوذ قارن معي يقول أقول أن وهابي الضباء الله إلى الروح حجد اللي اسمه مشرك لما سينكره شافعي في الأم هي قال الليف فإن قتل أحد من المسلمين أحدا من المشرك لم تبلغه الدعوة الاسم والوصف وقبل قيام الحج أنت حجد الروح اللي يقول إن كهر بالسين هيا الحقائق اللغوية والحقائق العقلية والوقبانية هاي نوضن بيساوي شكل هذا كان لما دليل على أن الناس محجوجون بعقولهم وأن الشافعية كان يرى ذلك أبو الإمامك لأنه سماهم مشركين وقبل أن يأتيهم رسول فينذرهم يجب ألا يكونوا مشركين لأنه لم تبلغهم الدعوة فيلزموا فيكونوا معاندين ووركي وأورك قليل قبادة وحبابنا يا شاعرات وربائين وبابية جهمية دولها إلى الروح وحجد لقوه هي مقع على سين مهي معاندنا معها كافرك ومعاند أبدا شرح مقصر المزني للطبري أبو طيب الطبري كان دير هذا الله دابع عزمان دارك بانقل قصوه قوري لأنه تعليق هذه أبو علي من أبريولي والله ما طابع ولي مجلد كسيدي طمانات كفيرية أفر بقول صدني يستعوي تعالى ملك سدك إليسا ها محقبان مجزله وحقيقة أن اسمه الاشتراق مع فقد الوصف وحور هدية وحور مجزله هدية أسماء صفات ما شعور هدية أن منك جاحد يعيدك يسمعك لأن الكافر هو المعاند العناد بكالية قل يا على قبل وجه قوله شديد جري عناد كشديد جري الروح وينه الله جهه له عناد وإن لقيه له تهدون وإن قصوات تفسير له وحاول عناد وحاول علنا يانون حذابك آخرية دونك قف قصته لقيه لقال نمو وقال لكن وحنفل يانو قليه ردنا مع شعريه لأن شعراء قيب ساسا قفتاتي توان قارد دونا قارد دونا كين دونا ورقه دونا قيب يرون بضنين قفتا إلى روحه وعناده لسين مهايو اسم الشركي لما سيني هيك كل يود بورك لك سو كوريا وقيبه كل يود ما هذا الكاسق امامك هو شيغي او كشيغو امكا و هو كفافاهيه او اسو عاد كجيره مقدمه الرساله هذا سو قاد اخريه مكو دمه الحمد لله بس او دمه سلغان محمد بو خجنيا و هو له نبي الله و هو سو ساري ادونك جوغان كوخو قيب اهل الكتابه ودينته التحريفيه
قيب عرب وهو مشركين قيب مجوس ودب عابد وحبو تري وحود مركة وصنف كفروا أصنفت مكسو تري وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبة وصورا استحسنوا ونبزوا أسماء افتعلوا ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوا فأولئك العرب فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقول علوا كبيرا من حي منهم فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بسخط الله بسخط ربه مزدادا من معصيته ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذابه وقال الله يا نبي محمد هرتي دتك جوغي نولبو إلى أشريك يلي حقك سحابه قول كيسية عمل كيسوح تلمامي وأها إنو أدون كان يهي أهل كفر وشرك آخرنا ويهي محذف في النار شافع مقب وحلى يا ذو إن جاهل بلوع يرداري جاهل بان أخر العذاب أبدا ما يوضو وصحية مشرك العذاب هاي محق لنا لأن علماء قبط مشرك وعذاب كيسوا مثل عقلية هذا الشكل يعني مجرد لكن مركز ضد الفريق استحقاق بالتاجنين شافعي مركز وحنا نقول تاجن هاي استحقاق لكن وإذا ده تاجن والعذابية لأن الكفر ومحرم لعينه مشرك استنا ها ومعذب وحيله ونحكم سمعه وحكم الأنبياء من آدم إلى محمد ويقول ما بقى مثل عقلية مركز ميدفانت وحب عقلي بقى آدم محايا لكفار قريش بإلهي أحكمه في كتاب أهل ناره أيضا حجة كوغن أن لقوغن يا حجة الميثاق وحيقك هذا فيلم حيث ما مررت بقبر المشركين فبشروا بالنار ابن قيم حيري لأنهم خالفوا حجة العقل والفطرة وخالفوا دعوة الرسل من آدم إلى محمد لأن ما أهم مسألة الشرك هم مسألة أنبياء يقولون وأصل مشترك من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام مشرك استوى الدون كجوا مخالف لحجة الأنبياء والرسل وهي بعض الناس يتوهم أن السمع المقصود به السمع الذي في شريعتنا لا ما خاص هو شريعة النبي نبي أنبياء وحي كل دنيا خصائص توا شرائع ذا شرائع ذا فروع ذا عمل قوي أما أصل الدين ولا وذاك سواني ما له كهله ما نبي الله سليمان تو شام كسر دولم حقص ودون ما أعرف بس أنا وأنت بلقي زيد قنيد حقص ودون نبي سليمان سما هي نبي لوس ودرقوم كيري كماي محا بلقيس وجوديما عرف كذا شن كونوا كيلومتر هو سوقي وهو جبواتون المسلمين هذيك الواحد كل عا بجنود لا قبل لكم ثم محويلي يا ام بيض وحا كدخيه توحيدك وا كدخيه ادو نبي محمد عيسى ان كسو غارين هدو عيسى ان كسو غادو او شركه كدخله كافر باتاي ومعذب بانات لو عود داري ما مخي له وا اصل مشتركه فكانت فانت مهم جدا فكانوا قبل إنقاذه بمحمد إياهم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقول علوا كبيرا هذا الدير من حي منهم فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيته ومن مات منهم فكما وصف قوله وعمله نوال بعمل كذي يقول كذي لقول حكمي صار إلى عذابي الرسالة باللوغ إلى تحقيق أحمد شاكا سبحانه طبنات كفيرية إيش كده أمك وحقوق الرأى تنا قدرا وكان فانتين بيلتا أرضي سيح من إسماعيل المزني لو أبقى اللي إحنا أفرت الانتي في مرض موته بأرضي سوي الدية وحال ما شاء إيمانك بالأسكوة يا مسائل بالغدة قال لما يا بالور محان كا قرى وحور الخطأ في المعنى أصعب من الخطأ وحور في الاسم في الاسم مقع يمصمين أتكو خلدنت وحاقدرا هنا معانه إلا ذكو خلدنت إسك إلالي وحروا أن الجهل بالتوحيد وغير الجهل بعض الأعمال بوجري الواجبة أو المحرمة أعماش محرمة واجبة أتكو خلدنت ورون طي إسك إلالي أتكو خلدنتان توحيدك شرع اعتقاد أهل السنة والجماعة كوفا فاسا كأخرية لا لكي كتاب كيسا رقم ككون
صدح بغوت ضباط تاني اللح محانته صوم الري شافعي نقوشي سيئو هي أرديس أبو عبد الله الزبيري وإمام من أصحاب الوجوه صدح بغوت ضباط الضبو جزء بولي في اعتقاد أهل السنة والجمع كقري ولو يقنا شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم ومطبوع محول العبادات من قبل السمع لا ترد إلا على ثلاث أوجه عباداتكم مضى الله أمرها إلى أنكس أمرها صدح وجبه كنت مادة عقلك سوء اعتبارين دين شيء حول ضرب يرد بإيجاب ما تقدم في العقل وجوبه ضرب من العبادات يرد بإيجاب ما تقدم في العقل وجوب العقل هنا ها وموجب عند أبي عبد الله الزبيري من أصحاب الوجوه وحرك الإيمان بالله وشكر المنعم إله الله الرمي وواجب عقلا لسوق ما الرسالة وحي إله إن أبالك الغوغل قدنا وواجب عقلا والثاني يرد بحضر ما تقدم في العقل وجوب كالكفر بالله إذن عقل وحوله كله علاقه تكفير يحكم وحلبه وصوق له إذن عقل ومحو واجبية بالتحريم يوجب التحريم الكفر بحضر أي بتحريم ما تقدم في العقل وجوب التحريم يوجب كالكفر بالله والثالث نوع صدحات يرد في العقل جواز مجيئه كالصلوات والزكوات والحج والصوم إذن عقل وشرع وسمع وأحكامته لي ما دوم مصدح ما يجوز عقلا وإيقاع دعيس اللي قسوها هيو شارعة وصلاة وجوب كذا زكاة حج كذا مثالك وسمعيات هذا ردوصا عيون صارين ما نقرأ الله هين زيد بن عمر محوسى منجري إلى أن توب وينيو وشركة إسكا إلى ليو وذبائح تكف قيادو وقال هذا يقرن واجري تفاصيل ربي كعاب تسكفر رصده وقعب وجهك ساره وعلى الصوغة يقول إنت نقرن يا ربي ولكن وحاس وشركة مرة بيهل ما هي معون جني وحي ما ذبح على النصب ما أهل لغير الله مؤدد وكيدي دي سوء أهل التوحيد أنت لكن أنقرن إنين الشرايع الشرايع حبوبة أنت ومسألة سمعية وجائزة عقلا ما يجب عقلا وورد شرع مؤكدا أي السمع مؤكدا له وامعي التوحيد والإسلام والإيمان طيب هذا الكاو حسوق لسوق فافاسا زركشي البحر المحيط مجلد كوبات بقول أفرتين سال كفرية أو بكر السيرفي ومن أصحاب الوجوه شيخ الشافعي على الإطلاق صدح بقول يصدق في بكرية محيط السوق لا يجوز أن يأتي الكتاب أو السنة أو الإجماع بما يدفعه العقل صحوه كتاب كي يسنده يجمع علماء من كران إلا وسمعياده وحو عقل قديد أيه وإذا استحال ذلك فكل عبادة جاء بها القرآن أو السنة فعلى ضربين أحدهما مؤكد لما في العقل إيجابه آية ذي أحاديث هي إجمع حجين أيه وحو عقل قران واجبين أو حضره أما أديدي أو إباحة أما بنانا أو شرع مركة وحكم ساري كتحريم الشرك وإيجاب شكر المعبود تحريم الشرك ومعوى ومحرم عقلا وورد شرع مؤكدا له والثاني ما في العقل جواز مجيء ومجيء خلافي وجائز طرفين إن الله جدينا ويزور قليسي إن الله جدينا ويزور قليسي شرع مركب دنب حجية جائز طرفين يرجح طرف حجنة كالصلاة والزكاة فالسمع يرقيها من حيز الجواز إلى الوجوب قال ولا يأتي الخبر بخلاف ذلك الخبر هي الوحي إذن جائز الطرفين إنه إيجابي وحواجب إنه حجي وحارانها عقل إنه حرم سي حجي مركز الحروب والدليل على أن العقل حاكم على ما يرد به السمع أنه المميز بين الأشياء الواردة عليه وجماع نقطة الباب أن الذي يرد به السمع مما يثبت العقل إنما يأتي تنبيها كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإنما أتى بالشيء الذي العقل عامل فيه هذا الدير قيام بدنا هوش وكجاه الله يوحي له شرع إما إنه يهاي مؤكد وإما مؤسس مركم مؤسس كي يهينا ما يشوف وحكة السجن وين نقطه جائز جائز الطرفين بحر المحيط مجلد ككوبات بقول يا فرتن كثير أبو العباس ابن القاس أصحاب الوجوه شيخ الشافعية
نينكي لوغا دنباي كتب الشافعيه 365 بوغريودي ودغرنيسان وحول الاشياء في العقل على ثلاثه اضرب فضرب اوجبه العقل معزله ما من قالوا اشاعرنا ما له اهل سنه وليس فيهم مبتدع وضرب نفاه وضرب اجازه واجاز خلافه فما اوجبه العقل فهو واجب كشكر المنعم ومعرفه الصانع فاما الضربان الاولان فحجه الله فيهما قائمه على كل ذي لب قبل مجيء الشرع وبعده ولا يجيء سمع الا مطابقا وحي ايمان يمجر الا مطابقا حق وجوبك حق تحريمك اما شيء بنانا ان لحجيه في الدلائل الشرعية كهلا أدلة الشرعية يهذا الدير ليه وحسوقوري حتى إسكدة بحر المحيط كي وحسوقوري يا خديب البغدادي في الفقه المتفقي واللي بقى يبر بسوق السوق هذا شرك شيء لكن هذا كان دير عن سوقوري عوري الأصول السبعة برس أدلة وحلقوا سوات الضبع هذا المقاس حوالي دينش الشجعان يقدر يسوانيه هي الحس والعقل ومعرفة الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعبرة فلا بد للمغشري الحس والعقل والمعرفة الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعبرة تضوى صومة كتاب والسنة وكلا تري صومة طيب فلا بد للمتناظرين من معرفة جمل ذلك تضوى ده الدليل ما كلا الدوية هي وإن والبوية قانو عامي وهابي ريف اللغو قوي أما الرجال اللغو قوي إن يرلو أخريا ورقها للدوية لأنه حج الله على عباده بإنكرية فالحواس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس والعقل على ضربين فغريز ومستجلب غريز إله هو أبو ريم الله شقيستو التجارب لقى كينو والكتاب والسنة على حرفين مجمل ومفسر وطريق السنة على ضربين متواتر وأحاد والإجماع على ضربين فإجماع الأمة وإجماع الحجة واللغة على ضربين مجاز وحقيقة والعبرة على ضربين قياس العبرة عجز العبرة والقياس هذا فأحدهما في معنى الأصلي لا يعذر عالم بجهله والثاني ذات وجوه وشعب حرف من أنكر بينة الحس أنكر نفسه بينة الحس ما يحس ويشاهد نينك إنكر محنك السيء هاي محنك روح وام هاي ما أركو حبا ما أنا وحمد تدمى أقول هادي فمن أنكر بينة الحس أنكر نفسه ومن أنكر العقل أنكر صانعه وهذا الكده يرأي كجري الفقه المتفقي مجلد كاللابات صدنا يلحك فيري طبعا اللابات مجلد كال ومن أنكر العقل أنكر الصانع ومن أنكر عموم القرآن أنكر حكمته ومن أنكر خبر الأحاد أنكر الشريعة ومن أنكر إجماع الأمة أنكر نبيه ومن أنكر اللغة سقطت محاورته لأن اللغات للمسميات سمات ومن أنكر العبرة أنكر أباه وأمه وزاد قياس وحد كنا عاد كنا شعطوز القياس ما هو يذا ما كيكون رئيس بورو ما يسموكت هو يذا يا أبها إنا يقول لي ماذا تشوي ما هو كنت وقياسون حقيقة جوكت شعازا قبل جوكت أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا مركو سمع عقلك يا شباب الحجج الحسية أياد أو جزئية أياد دليل عقلي أكرك بتفع عممتا إذا وحال يسيري هبل هبل يكون بأبويه من غير إنكار ومضر يعترافتي أنت تكون بالله متى قست على نفسك على نفسك على غيرك وقياس حول ومن أنكر العبرة أنكر أباه وأمه طيب الفقير المتفق في روادين الشيء كذلك بحر المحيط أنت وربس وسوقوري وأه أصوش وتضبو أنتو يرم أنت ورس لك هذا كان ديرو أدبق من بضيه خديب البغداد هلك هو شرحي ما لها اشكال كل جنوع عدي وحلا قوض لكن هذا خصي مشغول ماي محاي صهري نينك اللي يدا ذا الإمام أبو بكر الغفال الشاشي نينك صاحب التفسير وشارح الرسالة وصاحب محاسن الشريعة واتقرنا إنسان فقيل أوكل بحي أصولي محدثة وحور أحكام الشرع ضربان شرع بالله الله هي عقلي واجب وسمعي ممكن وبين طبع شرع أحكام تيده إن حسين ما وحى الله إلا سعادة دانو وربا سوكورنا إياه آيدي حديث إذا من الشيخ المحنو قد تقي بريهان وحى الأسكر ربا ها وحى الشيخ يسألوه إناد وذا دك سوكوريسو وذا ديبا لقى كالسون يهي كتاب الرب وسنة رب سنة النبوية وسنة النبوية عقلي حول أحكامته والله عقلي واجب وسمعي ممكن فالأول
ما لا يجوز تغيره ولا يتوهم جواز استباحة ما يحذر ولا حذر ما أوجب فعله كتحريم الكفر والظلم والعدل والنحو يبور وكيكوبات. وقد يريد السمع بهذا النوع فيكون مؤكدا لما وجب بالعقل وقبتكوبات وواجب عقلي واجب عقل ومعي وواجب عقلي ديني أما وواجب عقلي شرعي كي ممكن قابا كوصاري. والثاني وحوري كعدد الصلوات كعدد الصلوات وهو موقوف على تجويز العقل وقبوله إياه فما جوزه العقل فهو مقبول وما رده فمردود ومتى ورد السمع بإيجابه صار واجبا إلى أن يلحقه النسق والتبديل. بحر المحيم جلد كوباد بقول صدني أفر زركشي وحوري علمدان اسحاب الوجوه فربضان انت بس كمين قاب صنين وحوري وعلم أن هؤلاء عدوا هذا إلى غيره مسائل كل أحكام شرعي قليين بوري فقالوا يجب العمل بخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا ونقل ذلك عن ابن سريج أبو العباس الشافعي الثاني الباز والأشهب بن كان يجري مكة شرق الله أن مالكي حنفي كجب سنجري وذات كاس يا سنسا قبيبر والقفال وغيرهما. البحر المحيم جلد كوبات بقولي أفرتن وحانتا دير وقول علي بن أبي هريرة الزمريني وقول أبي الحسين القطان ومصاحب وجهه أبو العباس القناني سوى سونا متكلمة لكن شافعي هاي أبي عبد الله الحليم ومصاحب الوجوه كتاب كيسة المنهاج في شعب الإيمان جلد كوبات بكاها الله تفصيل وحاكو جزء الملقى الأدكيلين أخرية ولب مسألة البراءة من المشركين وذات كقف عنه متقدم مبارك هذا الله أخري أبو بكر الفاسي صاحب الإجماع باكمذا قاضى أبي حمد المروزي باكمذا كلهم ومن أصحاب الوجوه المتقدمين هذا الكوضاء حتى وحسوق وذات كحنفقة معها سمرقندي صاحب الميزان ميزان الأصول ونتائج العقول الصفحة بقول سقاشني يكون كفيرية قواطع الأدلة سمعاني مجلد اللباد سديت بقول ثمانية أفر وحائصها ركتابة مطبوعة يقدم بشافعي ذا أنا قد بدونا داري مية رجل ماذا هي مجال طبري أي واحد رد جاي هوش أقولهم معها. أبو بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف صدح بقول إحنا اللي بدي بقول أنت كتابه حلي اللي الأقسام والخصال ومطبوع داروا أصفار بعض رأسهم مجلد وينه وكتاب أبو عبد الله الزبيري أوليه كده بعيني هاي أيان هيا نكون بعض وان تصينا جيس ودات كوركيس صفحة هذا صدح بقول كنت يشان صدح بقول إحنا يلح صدح بقول إحنا يسأل وحويري أيوة قال لما سألته لكن أنكوه الرئيس صدح بقول إحنا يكو وحورا الإبانة عن الأمر وأحكامه أمرك إلهي أحكامتي سارت إنا نحضينا نكون باللابين اعلم رحمك الله أنه لا يكون أمر لازما حقيقيا حتى يجتمع فيه عشر خصال أمر روح كسوف أحد كسوف لي ومضى لازم إلى طمان لقاه له ومهم هو شيء ذا فمن ذلك أن يكون الآمر حكيما بور قفوك أمره يقولون يا حكيم أنسفي آين وتكون طاعته واجبة ويكون باللفظ الموضوع المبينة للأمر وأن يكون متعديا عن التخيير وأن لا يكون قد تقدمه حضر وأن يكون غير خارج عما في العقول بان ربا هذا بيت القصيد أن يكون وأن يكون غير خارج عما في العقول حسوي لمرك وأن يكون حسنا في نفس غير مستقبح وأن يكون النسخ والتخصيص غير وارد عليه وأن لا يكون أهل العلم اتفقوا على ترك العمل به انت وحكا قصوا التقايا مسألة الحلال والتحريم والإيجاب والوجوب وقال لها مسألة عقلية وقوله إن كان وأردد أقدم بيس وحكا قاطي ابن سريج آخر تلميذ وارث علمه ورقص وصل ابن سريج الشافعي الثاني معيدي صفحة هذا صدح بقول إحنا يلح اعلم رحمك الله وحور البيان عن معرفة إدراك الحلال والحرام عقل وحنبا لقود ريمين كرا وآلة إدراكية إما آلة محرمة محللة كده جيس وذاتك ما فلسفة هذا بلاش كان كده جيسنا مسلم علم الإسلام بوح كده جيسن البيان عن معرفة إدراك الحلال والحرام هاي اعلم رحمك الله أن الحلال والحرام يدرك من جهتين أحدهم العقل الحرام والحلال العقل والآخر السمع والأشياء في العقل تنقسم على ثلاثة أقسام واجب وممتنع ومجوز مستحيل واجب يجائز وحور وحجة العقل
غير مأخوذة عن أحد، حجة العقل غير مأخوذة عن أحد، لأن فيها إثبات ما يجب ثبوته والنفي ما يجب النفي، وذلك ليس بمأخوذ عن أحد من الناس، حجة العقل إلى باكوسيه كذب حورث. ثم حور قال البيان عن القسم الثاني وهو السمعي الممكن، السمعي الممكن وحلقاته الحلال والحرام، العقل الموجب وحلقاته الحلال والحرام. وحور وأما السمعي الممكن فينقسم على أربعة أقسام، كتاب وسنة ودليل من كتاب أو سنة أو إجماع، مركز الشرح وشفافة هي هدنا. وحور لمركله وهو شوكه الله أيه يا وحيلي فصل بقنت سبحان الله سبحانه بقول لحين اللح الإبانة عن حكام الأشياء قبل مجيء الشرعي، الإبانة عن أحكام الأشياء قبل مجيء الشرع. ثم قال وحيلي وقد ذكرت قسمة الأشياء في العقول قبل شعب محل الله بني عقلي يوجب ويحرم ويجوز جائز الطرفين، وقد ذكرت قسمة الأشياء في العقول فيما سلف وأنها تنقسم على ثلاثة أقسام، واجب وممتنع ومجوز. فأما الإقدام على الأشياء المملوكات فغير جائز عقلا إلا عند وجود خصلتين، إحداهما الإذن من مالكها والثاني الضرورة إليها مع حسن ذلك في العقل. مثل هذا تذكر أنت ابن آدمك وحوري عقلا هل مرة يكون برنانتاي ما كان له الله بشرت كو نينك لا إنه كويد أما نفطيك هذا بحيس هذا هو كويد ما يكون بنانت عقلا هذا كويد إذا لك دم رأي سنة ويكون بنانت حكم كيا عدي عقل لقى صريحة عديب بوري وقبل قبل الشرع على القاضي يا وشاء. فأما الإقدام على الأشياء المملوكات فغير جائز إلا عند وجود إحداهما الإذن من مالكها والثاني الضرورة إليها مع حسن ذلك في العقل، وإن ضركوها يسو عقلا نائه وشأن يقول حسن الله الدليم يكره. وحكاها الله أدنا كتاب النسخ بوتقي أبواب تفقية يوصولك حول البيان عن أحوال النسخ واختلاف أحكام. يعلم رحمك الله أن الأشياء على أقسام فواجب وممتنع ومجوز، فما كان واجبا في العقل فغير جائز ورود النسخ عليه. النسخ المنسوخ برطية كده يسوي ذات وعقولي ما كان واجبا في العقل لا ينسخ شرعا أسهل ولقى لما نسخر وجب في العقل إذن وحكم أبدا إلى قيام الساعة لما نسخر، وما كان ممتنعا في العقل فغير جائز ورود النسخ عليه. شيء ممتنع ومستحيل هانا شرع مبنى ينكره، شيء واجب هانا شيء شرعه يسمعه ما هي ما رفعك رو مدي ذكر. حلو وما كان مجوزا جاز النسخ بعد وجوبه، جاز الطرفين شيء في العقل شرعه عقله وبنه شرع وواجبين كره استوى واجبي هذا نوع النسخ كره لأن رب حقها جاز الطرفين. هذا قياس كله خفاف من أصحاب الوجوه ووريث علمي ابن السريج كتاب اسمه مطبوع هذا الفافا سنوي هل كبلان كويس تاجمانته